ايوه 5:30 بتوقيت القاهره، وبكره بالليل تقريبا احنا بعد الجزائر في الجزائر وغانا كلهم هيتمرنوا بمواعيد احنا بعديهم ان شاء الله، فيعني تقريبا 9 الا ربع 10 الا ربع تمريننا بكره باذن الله. اتمرنت على الملعب اللي هتلعب عليه الماتش ولا لسه؟ لا لا بكره كريم، بكره ان شاء الله تعالى. بكره بكره انا انت عند التشكيل. الماتش يوم السبت هيبقى الساعه كام بتوقيت القاهره يا كابتن ربيع؟ 8:30 توقيت الجزائر هنا، يبقى عندنا احنا ساعه زياده تقريبا يا كريم، يعني هيبقى عندنا 9:30. تقريبا ان شاء الله. لا اللعيبه رامي ربيع خف من النزله المعويه وكله بقى اصبح جاهز ولا لسه؟ رامي اتمرن النهارده معاه وكله كويس، كله جه الحمد لله وتمام ومنتظمين. هو بس في منه شعر ان كان اشتكى من ركبته. محمود حمدي حارس المرمى؟ حارس المرمى فاشتكى من ركبته، بنعمل له اشعه دلوقتي فران احتمال بنسبه يعني بنسبه 50 60% ان ممكن ينزل القاهره ونجيب حارس مرمى ثالث غيره. يعني ليه اتعور في تمرين؟ معرفش، هو ده لوحده، هو عنده اساسا كان عنده غضروف تقريبا بس بيلعب عليه مفيش مشاكل يعني. ايوه فهو اشتكى من اول امبارح، فاحنا كنا مطولين بالنا وبنعالجه وبيتسهل الدكتور كويس، فدلوقتي لازم عشان لو في لو في ما كملش لازم الاشعه اللي طول كده تتاكد ان هو عنده غضروف. فاحنا بعتناه ان شاء الله وهي كمان نص ساعه باذن الله تعالى وهنتاكد باذن الله ان شاء الله. لو هينزل القاهره مين هيكون بديله يا كابتن ربيع؟ هو في العرب اللي حارس مرمى المقاولين العرب. العربي حارس المقاولين. اتمرن معانا العرب المقاولين العرب اتمرن معانا فتره كبيره جدا، ولد كويس، هو كان الرابع بتاعهم يعني. اللي سجلناه وجبنا له التاشيره وسجلنا ايه الوزاري، وفي بالنسبه للاسماء اللي هي في القائمه الافريقيه يعني. ايوه كان في ازمه في الاقامه امبارح وكلمته رئيس الاتحاد الجزائري روراوا وحللكوا القصه فعلا؟ عشان ايه؟ مش عارف، قالوا لي ان كان في ازمه عندها في الاقامه امبارح، في عندكم في مقر الاقامه بالنسبه لمنتخب مصر. امبارح كان امبارح انا اول ما جيت طبعا كان عملت طلبت، انا كنت باعت من البرنامج من القاهره ان ساعه وصولي 8:30، انا اتفرج من الساعه 9 عشان برضو مش ما ينفعش اخد راحه طول اليوم يعني. ايوه فهم وبعت لنا برضو من المغرب وقلنا له من ان شاء الرحمن لما نوصل الجزائر هيبقى فيه تمرين خفيف 45 دقيقة 40 دقيقة كده يعني. ايوه فروحت فوجئت طبعا ان هم ادونا ملعب صغير هنا جنبنا وضلمه خالص. بعدين قلت لهم انا بعت لكم البرنامج فطمنت على التمرين طبعا، وده كان مهم جدا. فاتمرنا على ايه بقى؟ اتمرنا على نور العربيه، عمل نور العربيه كده واتمرنا لنا 40 دقيقة وخرجت. عامل ايه؟ ياه على نور العربيه؟ على نور عامل ايه؟ طب كريم كان لازم يتمرنوا طبعا ما ينفعش. فكان في كده واخد بالك، فاتصرفوا هم في نور العربيه واقف بعيد وردنا اضاءه بسيطه في الملعب واتمرنا وخلاص، وديت الغرض اللي انا عاوزه فاكر اللي انا عاوزه. معلش معلش الظروف الصعبه دي هي اللي هتخلي ان شاء الله في اصرار يا كابتن ربيع، ربنا هيكرم ان شاء الله. لا احنا واخدين بكل الاسباب يا كريم وان شاء الله يعني ربنا كبير وبفضل الله ثم دعواتكم وبداخلنا الاصرار والاراده والرغبه في اثبات الذات، ده وطننا وطننا غالي فعلا والله المستعان. ان شاء الله ان شاء الله. شنطه اللبس وصلت ولا لسه؟ وصلت كريم ان شاء الله. وصلت الحمد لله، يعني معاكم اللبس والترنجات كله تمام ولا اللي بعت لكم؟ لا 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 كله تمام بفضل الله والله، كله تمام الحمد لله، كله بخير الحمد لله، وربنا يقدرنا ويا رب كده ان شاء الله يكون خير باذن الله. ان شاء الله نتكلمك يوم السبت، نبارك لك كابتن ربيع ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا كابتن كريم، شكرا جزيلا. شكرا. الله يخليك. بشكر كابتن ربيع ياسين مدير فني منتخبنا للشباب، وظروف صعبه جدا بتواجه كابتن ربيع قبل كده، مش قادر يجمع المنتخب بكامل عناصره عشان يلعب ماتشات وديه، الماتشات الوديه اتلغت كتير، موضوع اللبس، موضوع